نروح لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت. قال إن الوزارة أعدت خطة عمل لدعم الفلاحين والمزارعين، وحذر كمان من دور حلقات الوسيط أو الحلقات الوسيطة اللي بتعمل على تخزين الرز لتحقيق أرباح طائلة والتلاعب بقوت الشعب. تعالوا نسمع هذه التصريحات. ايضا بنحتاج ان احنا نوفر قاعده بيانات سليمه، سواء بالنسبه للانتاج الحيواني او السمكي او الداجني او النباتي والحيازات الزراعيه، وان احنا نطبق كارت الفلاح ونبتدي في تطبيقه ان شاء الله، لانه ده هو الوسيله لتكوين قاعده بيانات صحيحه على مستوى الوزاره، لانه لا يمكن طبقا للاداره الرشيده انها تتخذ قرار بدون قاعده بيانات سليمه. لو قاعده البيانات اللي عندي مش سليمه يبقى اكيد القرار هيشوب بعض العوار، وهذا امر غير مطلوب في المرحله المقبله. انا احب اكد لحضراتكم انه من حاول ان هو من الحلقات الوسيطه ان هو يخزن الرز بهدف تحقيق أرباح من خلال التلاعب بأقوات الشعب سوف يندم، سوف يندم. وحضراتكم هتلاحظوا إن شاء الله انخفاض في أسعار القرص، خصوصا مع دخول إنتاج المحصول الجديد من أوائل سبتمبر اللي جاي. كل اللي اشترى الرز بستة جنيه على أساس إنه هيبيعه بتسعة وبعشرة هيضطر يبيعه حاليا بخمسة، وبكرة وبعده إن شاء الله بأقل منه.